جنازة الشيخ عبد الحميد عبد الرشيد الصوفي. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. أقيمت اليوم الجمعة 12 يناير 2024 بعد صلاة العصر جنازة الشيخ عبد الحميد عبد الرشيد الصوفي ودفنه في مقبرة مسيمر وتقبل التعازي في المسيلة قرب مسجد رقم 660، حيث أعلن عن وفاة عبد الحميد نجل الشيخ عبد الرشيد الصوفي يوم الخميس 29 جماد الآخر، سبب حزن لمحبي الشيخ القارئ عبد الرشيد، خاصة إن ابنه توفي في ريعان شبابه. وعن سبب وفاة الشيخ عبد الحميد عبد الرشيد الصوفي غير معروف حتى الآن، ولم يعلن والده الشيخ عبد الرشيد الصوفي ولا أي جهة رسمية عن سبب الوفاة المفاجئة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.